وطالب الرئيس السيسي بتسريع خطوات برنامج تربية المليون رأس ماشية لدخول مجال صناعة اللحوم، لافتا إلى تأخر الدولة في دخول هذا المجال. احنا دخلنا المسارات ديت او الصناعات ديت متأخرين شوية. يعني صناعة اللحوم دي صناعة، مش يعني مش 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 تربية، يعني زي ما الناس متصور ان هو بيأكل رأس ماشية وخلاص. لا، دي صناعة يا جماعة، صناعة متكاملة جدا جدا، وتكلفة إقامتها وتكلفة تأهيل الناس إنها تشتغل فيها بتاخد وقت. إحنا كنا بنتكلم في المليون رأس، ومن في خلال 6-7 سنين اللي فاتوا كل اللي جه 71,000 رأس. 71,000 رأس ده رقم بسيط قوي ومتواضع، وأنا بقوله للدولة وبقوله لنفسي، لما تيجي ال 100,000 رأس ثمنهم 5 مليار جنيه. أنا بقول كلام مظبوط مش كده؟ طبعًا. إيه 5 مليار جنيه دول؟ فاهم يا وليد؟ آه اتفضل. ال 100,000 رأس وزير الزراعه يقول لي ما هو السوق العالمي ما عندوش يلبي لك المطلب ده، ما احنا مش هناخده في سنه، ما احنا مش هناخده في ايه. انما طموحنا هنا مش الهدف منه، يعني هو الهدف منه الناس، يعني